يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث وهذا اللقاء الطيب اود في البدايه ان اهني الجميع الاخوه والاخوات بمناسبه شهر رمضان المبارك جعلنا الله واياكم من صوامه وقوامه وان يختم لنا بخير وان يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ان من نعم الله تعالى ورحمته الواسعه ان فتح لعباده باب التوبه والعفو والمغفره فقال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال عز من قائل عليما ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لا أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فالتوبة كانت صفة يومية دائمة له عليه الصلاة والسلام وليست عملا صالحا يأتيه بين الحين والآخر وهو القدوة والأسوة الحسنة فلا ينبغي لمؤمن أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين فإن المسلم واحد من ثلاثة مؤمن تقي فهو بحاجة إلى التوبة لأنها صفة المؤمنين المتقين بل صفة الأنبياء، ولأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقد تفرد الرب جل جلاله وحده بالكمال، وجعل الذنب من لوازم البشرية التي لا ينفك عنها البشر، وجعل التوبة غاية كل أحد من ولد آدم كما هي غاية الأنبياء وكمالهم، فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة وعلى ذلك ينبغي ان يعرف ان التوبه لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل احد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره الا بالتوبه. و او مسلم خلط عملا صالحا واخر سيئا فان لم يقدم توبه شامله عن ذنوب العمر كله أو توبة عن كل ذنب بعينه ثم مات مات مخلطا فهو أحوج ما يكون إلى التوبة يمارسها ويموت عليها لتنقله إلى صف التائبين أو مسلم أسرف على نفسه فأكثر من السيئات وأقل من الحسنات فهو أشد حاجة إلى التوبة وبناء على هذا التقسيم يظهر لنا حاجة جميع الخلق بدون استثناء للتوبه وبخاصه اذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر عنه من الذنوب منذ البلوغ الى الآن من ترك المأمورات وفعل المحظورات من ترك المأمورات وفعل المحظورات وأن هنالك ذنوبا قد نسيها وما نسيه اكثر مما ذكره وأن هناك ذنوبا هو مقيم عليها الآن وان هناك ذنوبا لا يعلم انها ذنوب وقد فعلها وهو مؤاخذ بها لان الجهل بالاحكام الشرعيه في دار الاسلام ليست بعذر فاذا تفكر بكل هذا وجد نفسه امام ركام من الذنوب وحق له ان يبكي على ظلم نفسه وعلم حينئذ ان حاجته الى التوبه اعظم حاجة وأنه لا يخلصه من كل هذا إلا توبة إلا توبة عامة شاملة يمارسها ويكررها ويستديمها إلى آخر العمر وحيث إن كل من عمل ذنبا فقد ظلم نفسه إذ عرضها لعقاب الله تعالى وظلمها بإبعادها عن الالتزام بأدب العبودية ورعاية حق الربوبية كان الناس فريقين تائب من الذنب قد محت التوبة ذنبه وابدلت سيئاته حسنات وظالم لنفسه لم يقدم توبة عن ذنوبه فحكمه حكم المصر عليها وهو المقيم على الذنب من غير توبة وفي ضوء ما تقدم نفهم معنى قوله تعالى مخاطبا المؤمنين ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولأن التوبة واجبة وفرض على الفور بقدر بعد صدور الذنب كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة من أجل ذلك خاطب القرآن الكريم خيار خلق الله زمن البعثة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطبهم جميعا بالتوبة بعد إسلامهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم خاطبهم في المدينه بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وايضا يا ايها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا فاوجب عليهم التوبه في الايتين وعلق فلاحهم بها في الايه الاولى وبين وصفها بان تكون نصوحا في الآية الثانية، وهذا خطاب عام لكل المؤمنين في كل العصور. والحديث أخص في عصرنا الحاضر، إذ حاجة المسلمين أشد إلى التوبة النصوح منها عن عصر التنزيل وحاجتنا جميعا إلى التوبة الشاملة عن ذنوب العمر كله، وهي نوع من التوبة مغبون فيها أكثر المؤمنين والمؤمنات. حيث لا يتنبه الى التوبه العامه الشامله الا القليل وسر ذلك ان الله تعالى خلق بني ادم على صفات وهيئات واحوال بحيث بحيث تتاتى منهم الطاعه والمعصيه وكان من قدره في خلقهم انه لا ينجو احد منهم من الذنب لكي يلجئهم الى التوبه الجاء ويضطرهم اليه اضطرارا ولذلك حري باننا نستمع الى قوله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ولذلك حري بنا ونحن في هذا الشهر الفضيل ان نرفع اكف الضراعه الى الله ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وسيئات اعمالنا وأن يجعل هذا الشهر هو شهر خير وبركة وأسأل الله تعالى لي للجميع التوفيق والسداد وهذا هو في هذا اللقاء أختم حديثي بقول الله سبحانه وتعالى فيما جاء في سورة في سورة الـ 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 آل عمران في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جعلنا الله وإياكم من التائبين الصادقين وأحسن عاقبتنا وفك خلاصنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>